السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن اول حاجه لازم نعملها اول ما نيجي نبدا في مشروع، وهو employers information requirements، ان انا اعرف المالك عايز ايه. مش مهم انا عايز ايه، مش مهم ده عايز ايه، المهم المالك نفسه اللي هيقعد في المكان عايز ايه. وبعد كده لما بعرف هو عايز ايه ببدا اشوف انسب الطرق ان انا اعمل له الحاجه اللي هو عايزها، وتحقق استدامه كويسه وتحقق راحه نفسيه ليه. فلازم اقعد معاه ولازم اعرف المالك ايه اللي هو بيحلم بيه او هو عايز ايه. لان المالك بيجي لي بيقول لي انا عايز بيم، طب عايز كام كيلو؟ انا عايز بيم، هو انا سامع ان البيم كويس، اعملوا لي بيم. طب انت عايز ايه؟ فبنقعد مع بعض ونبدا نشوف هو بيفكر ازاي، هو عايز ايه. الكود البي اس 1292 الجزء الثاني بيبدا كده. اول حاجه لازم تعملها ان انت تقعد مع المالك وتبدا تشوف المتطلبات بتاعته. فعشان نقسم هنقول ان المتطلبات او الحاجه اللي هنتفق عليها ثلاث حاجات: تكنيكال ومانجمنت وكوميرشال. تمام. فالتكنيكال هنتكلم ايه هو السوفت وير اللي احنا عايزينه، ايه هو الملفات اللي هنتبادلها، هل انت تاخد الموديل ولا تاخد كاد ولا تاخد بي دي اف، ازاي هننظم الشغل، الدرجه ليفل اوف ديتيل، هل الناس اللي عندك محتاجه تريننج ولا لا. بالنسبه للجزء بتاع المانجمنت بنتكلم ايه الاستاندرد اللي هنشتغل بيه، ايه هي القواعد، المسؤوليه لكل شخص. تمام. كل واحد بيبقى مسؤول عن حاجه، وطبعا المسؤوليه معناها صلاحيه والصلاحيه معناها مسؤوليه. الملفات هتبقى النظام بتاعها ازاي، السكيورتي بتاعها ازاي، طريقه اكتشاف المشاكل والتعرضات دي هنعملها كل اسبوع ولا كل يومين، ومين المسؤول عنها. بالنسبه للكوميرشال بنبدا نشوف التسليمات هتبقى كل قد ايه، ايه هي الاستراتيجيه اللي الملك عايز يمشي عليها، التسليمات بشكلها عامله ازاي. فكل دي لما تكون واضحه من اول يوم بيسهل علينا كتير جدا، بدل ما يكون هو عنده رؤيه معينه وانا مش عارفها، واتخيل ان هو مثلا عايز الحاجات دي مثلا خلال شهر وعايز خلال سنه، فانا ازنق نفسي وهو مش محتاج الزنقه ديت، او العكس ان انا شايف ان الموضوع هياخد وقت اطول وبينما هو مستعجل. فلازم نكون متفقين على الحاجات دي كلها، ايه السوفت وير اللي هو اشتغل بيه، سواء ارتكشر ستراكشر ام اي بي كوردينيشن الكولابريشن السستينابيلتي، ايه البرامج اللي هستخدمها عشان نكتشف المشاكل، كل حاجه هتتعمل باني سوفت وير، طب باني فيرجن. لان ممكن مثلا يكون في ناس شغاله باصدار مثلا 2018 مثلا شغاله ب 2016، فلما يجي يتبادل المعلومات ما يعرفوش. بنبدا نشوف بقى ايه الملفات اللي انت هتستلمها، هل انت عايز ملفات كوبي مني، ولا عايز ملفات الاصليه اللي احنا عاملين منها الموديل، ولا عايز ملفات بي دي اف، ولا عايز ملفات اوتوكاد. فنبدا نتفق في حاجات ستاندرد، بس العقد اللي هيتكتب هو ده الاساسي، اللي هو الاي اي ار اللي هيتكتب هو ده الاساس بتاعنا. يعني ممكن انا شايف مثلا من وجهه نظري ان الملك كده كده ياخد الموديل اللي اتعمل، الموديل اللي اتعمل بالسوفت وير زي مثلا سواء اركاد او تكلا او ريفيت ياخد يستلمه. لا، العادي بيقول لا، ان هو الراجل عايز يوفر فعايز مثلا ياخد ملف بي دي اف وخلاص. تمام. مش مهتم بان هو يستفاد منه في حاجه تانية. لو عايز الملف ده ممكن يدفع مبلغ تاني، لان هو حسب العقد مكتوب ان هو تبع شركه الديزاين. العقد شريعه المتعاقدين حسب ما مكتوب في العقد، حسب ما مكتوب في ورقه الاي ار، هي دي الاصل. بس في حاجات ستاندرد لو مش موجوده في العقد هنرجع لها، لو مكتوبه في العقد خلاص المكتوب في العقد هو ده اللي هيمشي. تمام. فموضوع الكوردينيشن، موضوع تسمية الملفات، موضوع نقطة الزيرو زيرو بتاعتي، نقطة الأوفست، المعلومات اليونت اللي هنشتغل بيها، ليفل اوف ديتيل درجة التفاصيل، وهيسلم مثلا في أي مرحلة. يعني مثلا ليفل اوف ديتيل 1 هيسلم في كذا، ليفل 2 هيسلم في كذا، ال او دي 3 هيسلم في أي مرحلة. كل مرحلة بنكتب ال او دي بتاعها هيسلم فين والتفاصيل بتاعتها. كل مرحلة من المراحل ديت بنبدأ نشوف ال او دي اللي مناسب ليها ايه، هل انت محتاج تريننج ولا لا. تمام. ممكن يقول لك لا انا مش محتاج تريننج، انا محتاج تعمل لي موديل وخلاص. ممكن يقول لك لا ده انا عايز ناس تكون موجوده معايا الصف ويعملوا لي التريننج دوت. طيب بالنسبه للجزء بتاع المانجمنت بنبدا نشوف الستاندرد هتشتغل بأنهي كود، هل تشتغل بالكود البريطاني ولا بالامريكي ولا بالسنغافوري ولا البلد اللي انت فيها موجود فيها كود. تمام. طب وايه هي الاكواد اللي موجوده؟ خلي بالك ان انا لما اكتب كود بيبقى كاتب مثلا في سطر، بينما انا ما كتبتوش محتاج ان انا اكتب تفاصيل كتيره جدا.
فبيوفر لي جدا ان انا اعتمد على كود. يعني لو انا قلت ان انا هستعمل في ال او دي على الكود الفلاني خلاص، لو ما كتبتهاش هضطر بقى ان انا احط كل التفاصيل بتاعت ال او دي في الورقه بتاعت الاي اي ار، وبعد كده في البيم اكسكيوشن بلان الرولز كل واحد هيبقى مسؤول عن ايه، الكلاينت ايه، الحاجات اللي ليه واللي عليه، البيم مانجر، بيم كوردينيتور، الليد ديزاينر، التاسك تيم مانجر، كل واحد من دول ايه المسؤوليه اللي عليه، ويكتب مثلا ده مثلا من الشركه الفلانيه فهنرجع له في الحاجه الفلانيه وهكذا. طريقه تقسيم الملفات، طريقه الشغل هتبقى عامله ازاي، مين من حقه ان هو مثلا يفتح الملفات ديت، مين مش من حقه ان هو، مين من حقه يعدل، مين من حقه ان هو يشوف بس. الكوردينيشن هتبقى كل قد ايه، ايه البرامج اللي هتستخدم في موضوع الكوردينيشن، مين اللي هيحل المشاكل ديت، ازاي هنتبادل المعلومات بين الاقسام وبعض. ممكن يكون المعماري بيتعمل في الشركة والانشائي بيتعمل في الشركة، فهيتبادل المعلومات مع بعض ازاي. في حاجة مهمة جدا هيلث اند سيفتي، ايه الكود اللي هنرجع له في الهيلث اند سيفتي، في كود اللي هو بي اس 1192 الجزء السادس خاص بالهيلث اند سيفتي، ده لسه نازل في 2018. بنبدأ نشوف بقى طب لو الموديل مثلا اكتر من مساحة معينة هنعمل ايه، الاستخدامات بتاعت كل سوفت وير، هل المالك من حقه ان هو يشوف الموديل في اي لحظة. يعني كان في بعض العيوب كده، المالك عايز يشوف الموديل الصبح بالليل براحته، يبقى في حاجة موجودة على الانترنت يشوف الموديل اخر تحديث عليه موجود، تمام. فدي من ضمن الحاجات برضو لازم تبقى مدرجة. برضو موضوع الكوميرشال، موضوع التسليمات هتبقى عاملة ازاي، مثلا في كل قد ايه، يعني كل تاريخ هبدأ اسلمك ايه مثلا، والفلوس مثلا هتدفع بأني طريقة، الاستراتيجية بتاع الملك عايزها، نتفق على كل التفاصيل ديت. لما نتفق عليها بتسهل علينا كتير جدا. البيم اكسكيوشن بلان مين اللي هيعملها ومين اللي هيوافق عليها، الادوات اللي هتستخدم، الديتيل بتاعت الورك لود اند ريسورسز، المعلومات الخاصة بالسبلاي تشين. وبعد كده في بعض الأسئلة المفروض بتسأل، بحيث ان احنا نبقى الملك عنده معلومات كاملة عن المشروع، تمام. ده بالنسبة للاي اي ار، ودي لما بتتعمل بتبني عليها البيم اكسكيوشن بلان اللي هي اخطر وثيقة موجودة في المشروع.